عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ اليوم درس جديد بموضوع اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. تكلمنا في الدرس الماضي عن المحددات، والذي هي تأتي مع الاسم الشائع، والاسم الشائع يأتي بموقع، ممكن أن يأتي بموقع الفاعل. وفي الجملة الفرنسية يأتي الفاعل في البداية ويأتي بعده الفاعل. الفعل ماذا يعني؟ أو الفعل شو هو الفعل؟ الفعل بمجرد ما يكون عندي فعل بالجملة معناته لازم يكون عندي زمن. ودرسنا اليوم سنتكلم عن زمن، هو زمن الحاضر لو بريزون. الأفعال باللغة الفرنسية أو الفعل باللغة الفرنسية ينقسم إلى ثلاثة زمر. الفعل باللغة الفرنسية ينقسم إلى ثلاثة زمر. أفعال تنتهي بـ OR، أفعال تنتهي بـ ER، أفعال تنتهي بـ RO، OER و ER. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة زمر. فالفعل OR هو أفعال تنتهي تعتبر من الزمرة الأولى، إذا انتهت بER زمرة ثانية، وهذه نهاية RO OER و AR تعتبر من الزمرة الثالثة. سنتكلم عن الزمرة الأولى، كيف طريقة تصريف الفعل بالزمرة الأولى بالزمن الحاضر. لتصريف فعل زمرة أولى بالزمن الحاضر نقوم بما يلي: نحذف النهاية OR. لتصريف فعل زمرة أولى بزمن الحاضر نقوم بما يلي: نحذف النهاية أ إر. فبيجي أنا لهي النهاية، لنهاية هاي الفعل، شو بعمل له؟ نحذف. إن الفعل كله اسمه انفينيتيف مصدر. ثم نحصل على جذر الفعل. بمجرد ما حذفت أنا النهاية، هذا اللي بقي من الفعل هو جذر الفعل. حصلت عليه، جذر الفعل. نضيف لهذا الجذر نهايات الزمرة الأولى للزمن الحاضر. نضيف لهذا الجذر نهايات الزمرة الأولى للزمن الحاضر. شو هي نهايات الزمرة الأولى للزمن الحاضر؟ هي نهايات الزمرة الأولى للزمن الحاضر هي أ أ إس أ أو إن إس أ زد أ إن تي. ليش كل هالنهايات هالست نهايات؟ لأنه أنا عندي كم ضمير؟ كم فاعل؟ في عندي ستة. ف هون للجو، هون للتو، هون للإيل والإل، هون للنو، هون للفو، وهون للإيل افيك اس والإل افيك اس. فإذا جينا نصرف الفعل بارلي، بحط الفاعل جو، بيجي هاي الفعل بار بدون النهاية، هاي انحذفت، ضل عندي الجذر. حطيت الجذر نفسه مع كل الضمائر. حطينا الجذر مع كل الضمائر. هلا شو بدنا نضيف لهذا الجذر؟ نضيف لهذا الجذر النهايات بحسب الضمائر. فانزل انا عندي مع الضمير جو، جو بارل تو، بارل او اس مع تو، مع الايل او، ايل بار مع نو، نو بارلون، فو بارلي، ايل او ال بارل. وهكذا يكون قد صرفنا الفعل بزمن الحاضر. فصار عندي الفعل بارلي. شو يعني فعل بارلي؟ الفعل بارلي يعني يتكلم. جو بارل انا اتكلم او اتكلم، تو بارل تتكلم، انت تتكلم. فهذا هو الزمن الحاضر لاي افعال الزمره الاولى. فاي فعل زمره اولى يخضع لهذه القاعده، نضع له هذه النهايات، نحذف نهايه، نحصل على جذر، نضيف نهايات. سناخذ امثله ثانيه عن الزمرة الأولى للزمن الحاضر. الفعل الثاني عندي الفعل، رح نتكلم عن الفعل مانجي، يأكل. الفعل مانجي يأكل، فعل ننظر إلى الفعل، فعل أي زمرة؟ زمرة أولى. نحذف النهاية ونضيف النهايات، مع الجو النهاية أ، مع التي النهاية او اس، مع الال والال النهاية او، مع النو النهاية او ان اس، مع الفو النهاية او زد، مع الال افيك اس والال افيك اس النهاية او ان تي. طبعا انا بعرف شغلة، انه
إنه هذا الحرف له لفظين، إما جي أو جي. يلفظ جي إذا أتى بعده أ إي إجريك، ويلفظ جي مع باقي الأحرف. تمام؟ فإذا أنا عندي فعل معه جي، شو أجى بعده بالمصدر؟ أ لفظه جي. جينا للتصريف، جي مانج، تي مانج، إل مانج، كله عم يلتفظ جي. ليش؟ بسبب هاي الأ اللي عم تقع بعد الجي. جينا للنو، نو مانجون، فو مانجي، إل و إل مانج. طيب كله عم بيكون جي ما عدا النو جي. السبب ليش؟ لأنه بعد الجي هذا الحرف إجا أو وما من ضمن هالأحرف، معناتها لازم يلتفظ جي. طبيعي القاعدة معناتها مزبوطة. طيب الحل بيصير هيك، يكون ضمير الفعل لفظه مع ضمير غير الفعل الأساسي، ما بيصير. طيب الحل، قال الحل ملاحظة، إذا كان الفعل ينتهي ب جي أ ار، إذا كان الفعل شو ينتهي بجي أو ار، هي أو ار زمرة أولى وقبله حرف الجي، نضيف لجزر الفعل. انتبهوا لجزر الفعل. تمام؟ يعني أنا بعد ما أحذف الأو ار عم بقول أنا لجزر الفعل، هي مصدر، هون مصدر الفعل، لجزر الفعل حرف الأ مع الضمير نو فقط. بضيف لجزر الفعل أ مع الضمير نو فقط. كيف يعني بضيف لجزر الفعل أ؟ يعني هيك أنا عم بصرف مونج، حذفت الأو ار، شو ضفت؟ ضفت أ، وبعدين ضفت، ثم ضفنا النهاية. نضيف حرف الأ مع الضمير لجزر الفعل حرف أ مع الضمير نو فقط. هيك بيكون أنا حولت اللفظ من جي، من جي لجي، حولنا اللفظ من جي لشو؟ لجي. طيب رح ناخذ مثال تاني كمان عليه ملاحظة، واللي هو الفعل النونسي. طبعا مونجي يعني أكل، النونسي أعلن أو يعلن. رح نشوف تصريف الفعل، الفعل أي زمرة؟ فعل زمرة أولى، نفس الفكرة، حذفت النهاية، ضل عندي جزر الفعل، ضفت عليه النهاية. هاي الفعل أنونسي، جنونس، تي أنونس، إلى أنونس، نو أنونكون، فو أنونسي، إلى أنونس. طيب ليش في لفظ من الألفاظ كان كان اللفظ كي وليس سي؟ السبب، السبب هو أنه هذا الحرف له لفظين سي وكا. أغلبيتنا بنعرف أنه هالحرف له لفظين سي وكا. طيب يلفظ سي إذا أجا بعده أ إي إجريج، يلفظ كا مع باقي الأحرف. طيب مع النو ما في وراء واحد من هدول، طيب معناته لازم يلفظ كا. طيب ايه الحل؟ الحل قال نضيف أ، ايش رأيك يا أستاذ نضيف أ؟ قال لا ما بيمشي الحال. ليش ما بيمشي الحال؟ هذا الحكي مع الجي فقط. قال ليش؟ قال لأنه بالفرنسي في حرف هو سي سي دي، هذا الحرف سي سي دي، سي وتحته التين الصغيرة، يلفظ اس مع أي حرف، يلفظ اس مع أي حرف، سي سي دي يلفظ اسمه اي حرف. فلحتى نحل المعضله نجي لهون لهي السي ومنحل تحت اثنين صغيره، سي سي دي تلفظ اسمه اي حرف، فقال بدل ما نضيف او منحط السي. فاذا ايضا ملاحظه، الافعال التي تنتهي ب سي او ار بالمصدر، نستبدل حرف السي ب سي سي دي مع
الضمير نو فقط. نستبدل حرف سي بسي سي دي مع الضمير نو فقط. فبنيجي للضمير نو سي نستبدله بسي سي دي. طبعا في ملاحظات تانية بس نحن سنكتفي بهاي الملاحظات لانه هاي ملاحظات هامة مع الضمير نو. انا الضمير نو بيهمني بغير زمن، بيهمني بزمن الماضي الناقص، لذلك لازم يكون بالنو صح بالحاضر لحتى استفيد منه بالماضي الناقص استفيد منه صح. الزمن الحاضر هذا هو الزمن الحاضر، تكلمنا عن الزمرة الأولى فقط، نهايات الزمرة الأولى أ إس أ أو إن إس أ زد أ إن تي. طلاب زمرة أولى بمجرد أنا ما أحفظ هاي النهايات قاعدة، حفزفت نهاية طلع جزر ضفت هاي النهايات، حفظت كل نهاية معي ضمير، أي فعل زمرة أولى قدرت صرفه بكل بساطة وعندي هالملاحظتين.